بعد التساقطات المطرية الغير مسبوقة التي شهدها إقليم تنغير، أعلنت السلطات المحلية حالة تأهب قصوى، مطالبة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق القريبة من واد أمدغاس بين أمسرير وبومالندادس، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات في ظل هذه الظروف الطارئة. وشهد إقليم تنغير سيولا جارفة تسببت في أضرار مادية كبيرة بمنطقتي أسكيكس وتلمي، مما أدى إلى فقدان العديد من الفلاحين لمحاصيلهم الزراعية. وتواصل السلطات المحلية جهودها لتقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن هذه السيول.